السلام عليكم، راح نبلش هسه بشرح شابتر 4. شابتر 4 عبارة عن الفوليوم اوف كات كارنت فيل. راح تسألني شو الكات كارنت فيل؟ بكل بساطة خليني اشرح لك اياها عشان تفهمها، ضلش تعجبك حالك. بكل بساطة احنا مثلا عندنا قطعة ارض، تمام؟ عندنا قطعة ارض زي هيك. اذا هاي قطعة الارض هي على جبل، انت هسه بدك تحفر هاي الارض، تحفرها 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 او تعبي رمل رمل رمل، تصير الأرض مستوية. أول شغل الأرض تصير مستوية مثلا، يعني ما فيها طوع ونزول، الأرض تكون بلان كامل، تكون مستوية. أنت شو بدك تعمل؟ ببساطة أنت عندك جبل مثلا بدك تقصه عشان يصير مستقيم، فبتبلش تحفر 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 عشان تشيل التراب اللي بالجبل عشان تصير الأرض مستقيمة. يعني أي شيء مائل بدك تخليه مستقيم، بدك تحفره بحيث يصير مستقيم، بدك تحط فوقي رمل يعني طمم وردم عشان يصير مستقيم. بالتالي أنا بهذا الشات أحسب حجم الرمل، يعني أنا بحسب الرمل كمية الرمل بالحجم، بحسبها إنه بدي مثلاً 500 كيلو جرام رمل، لا لا لا، بحسب بالحجم 500 متر مكعب حجم رمل مثلاً. بدي أحسب قد إيش الرمل اللي بدي أشيله وبدي أحطه عشان يصير الشارع مستقيم، بما معناه يصير الشارع على مستوى الشغل اللي أنا بدي أشتغله. بكل بساطة أحكي لك أنت عندك مثلا أرض هيك، تمام؟ شغلك بدك إياه يكون بالخط الأسود زي هيك، تمام؟ تمام. راح تيجي تقول لي والله هاي المنطقة جبل، صح؟ جبل. أنا هاي الأرض اللي عندي، فبالتالي أنا بدي أظل أحفر هاي الأرض، أحفرها 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 بحيث تصير مستقيمة، بدي أشيل كل الرمل هذا. هاي المساحة الصغيرة أو بديش خليني هاي المساحة أكبر، هاي المنطقة تطرع برمل رمل 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 بحيث تصير كاملة مستقيمة. أكيد ما هي فراغ، بدي أعبيها رمل أعبيها رمل أعبيها رمل بحيث تصير مستقيمة، وبعدين ببلش الشغل. هون نفس الإشي، وهاي الصغيرة نفس الإشي. فدائما الحفر بسموه كات، الردم بسموه فل. يعني أنت بدك تقص، يعني بدك تحفر، يعني بدك تشيل رمل. فل بدك تعب، بدك تحط ردم. بالتالي بكل بساطة إذا كان مستوى الأرض أعلى من مستوى الإشي اللي بدي أشتغل عليه اللي هو construction elevation ارتفاع الإنشائي، بدي أعمل حفر. المستوى الإنشائي أقل أو المستوى الإنشائي أعلى من النقاط ارتفاع النقاط اللي بشتغل عليها أو المستوى اللي بحسب عليه أو هو الأرض اللي بحسب عليها يكون فل. هذا ملخص الشاب. أحسب أنا كمية الرمل، فأنا بدي أحسبه على نوعين. بدي أحسبه إذا عندي أنا longitudinal section، إذا بدي أحسب شارع أصمم شارع مثلاً أو مسبح أو أنابيب وإلى آخره. بدي أحسب كان عندي grid leveling، هذا اللي بنستعمله واحد grid leveling سهل كثير، يعني أنا عندي زي هيك grid يعني محاور. بدي أحسب حجم الكت والفل بكل مربع، أو ممكن يكون كله فل، ممكن يكون كله كت، ممكن يكون نصه فل نصه كت جزء منه. يعني أنا مثلا لو كان عندي مخطط معماري مثلا زي هيك بناية، هذا يفرض بناية زي هيك، أنا بدي أقسم هاي على تخطيط مادة الحكايات، يعني بدي أقسم حدود المبنى أعلى من حدود المبنى شوي، أقسمها زي هيك مثلا، تمام؟ أنا بدي أقسم هاي، بدي أقسمها إيش؟ لا محاور جريدات، محاور متساوية كل واحد متر كل متر، تشوف المناسب، شوف مناسب هيك مثلا. الحكي مش راح تاخذه هون بمادة يعني، بس انا تفهم الفكرة. احنا بالواقع بنشتغله بالحالة العملية. انا قسمتها جريدات، جريدات مربعة، تمام؟ هيك اللي بصير عندي، اللي بصير عندي شايف هذا الجزء، هذا مربع، هذا الجزء مربع 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 مربع، كل مربع هون شوف قديش ارتفاعه، ارتفاع هذا ارتفاع ارتفاعتها قديش. طبعا بجيبها من المخطط من الفحوصات، شوف قديش يكون عندي الارتفاعات، خلال هاي الارتفاعات شو بعمل، خلال هاي الارتفاعات بحسب حجم الكت وبحسب حجم الفل. تمام. الهدف من هذا الشكل أن نحسب حجم الكات والفل، سواء كان longitudinal leveling أو كان grid leveling. بس راح نشرح إحنا عن longitudinal leveling.
هنا عندي الجراوند اليفيشن اللي هو ارتفاع الارض اللي هي ارتفاع النقطه فعليا. الكونستراكشن اليفيشن هي الشيء اللي بدي اشتغل عليه، الشارع اللي بدي اصممه، المبنى اللي بدي احطه هكذا. عند الليفل ورك، الليفل ورك اخذت كاركتر 3، انا بدي اقيس نقاط على مسافات متساويه، تمام، مسافه 20 20 20، بقيس ارتفاع كل نقطه زي كاركتر 3 اتش اي والسوالف اللي اخذناها كلها، من خلاله بوصل خط بيناتهم، بكون هذا هو الكونستراكشن الجراوند اليفيشن. تمام، عندي هذا الشغل هيوم اللونجتودينال سكشن او الماس هول دياجرام بسموه. انا ببساطه عندي هون الديستنس الافق، المسافه بين النقاط، ارتفاع الاليفيشن بخليها محور المسافه اللي هي المسافات المساويه اللي حكينا عنها. فانا مثلا ارتفاع النقطه واحد هي ارتفاع النقطه هي او حسبناها من تاب 3. كونستراكشن اليفيشن طبعا بده يكون موقع، او بيجي المهندس خلص احنا قررنا نصمم شارع من هون لهون. تمام، شو بعمل؟ لاحظ انه هون الجراوند اليفيشن، الجراوند اليفيشن هون اعلى من الكونستراكشن اليفيشن. يعني انا هاي جبل، جبل بدي احفره، انا عندي هون جبل بدي احفره، نفس الوقت هون عندي الجبل هذا من المستوى، فبدي اضطر احط رمل هون، اضطر احط رمل، بدي احسب الحجم هذا. هذا انا عندي شايفه كمساحه، تمام، انا بدي اياه كحجم، يعني بدي اياه لجوه كمان، تحسب اريا في حجم. بس ان شاء الله راح تتعلم كيف. بقول لك دائما الهوريزونتال اكسس بيمثل الديستنس، والفيرتيكال اكسس بيمثل الاليفيشن. الكونستراكشن اليفيشن هو الديزاين اليفيشن اللي انا بدي اصممه لشارع مثلا. بقول لك، بقول لك اذا الجراوند اليفيشن اعلى من الكونستراكشن بكون فل، الجراوند اليفيشن اعلى من الكونستراكشن بكون تمام. فلازم انا اعمل سكيل، اعمل سكيل بحيث اني امثل هاي على الورقه. انا هون عندي على الواقع الورقه، كيف بدي امثلها؟ انا هاي على الواقع 100 متر، بدي ارسم على الخريطه 100 متر منطق سنتي، بدي اعمل سكيل. كذلك بالارتفاعات، النقطه ارتفاع 100 متر، هاي بدي احط الورقه 100 متر، مستحيل، بدي احط ايش؟ احطها بال شو اسمه، بدي احطها بالورقه بالسنتي مثلا، خريطه تمثل لي هاي، فبدي اعمل سكيل. سكيل يعني سكيل، يعني انا عندي عندي جراوند، او عندي دروينج اللي هي الورقه، هي الماب، عندي الجراوند. بكل بساطه وانا جيت قلت لك شفت انت كلمه واحد الى مية، ببساطه يعني واحد سنتيمتر على الخريطه بيساوي 100 سنتيمتر على الارض، يعني كم؟ هاي معنى كلمة واحد إلى مية، لازم يكونوا نفس الوحدة، واحد إلى مية يعني سنتي سنتي، متر متر، كيلو كيلو، هكذا. معنى كلمة واحد إلى مية يعني الواحد على الخريطة على الورقة وعلى الأرض مية. دائما الأكبر هي الجراوند، يعني مستحيل أنت ترسم على الورقة أكبر من الحقيقة. يعني هو السكيل، هو السكيل. أنا لما أشوف كلمة سكيل مثلا واحد إلى 2000، يعني كل واحد سنتيمتر يعطيني 2000 سنتيمتر، يعني واحد سنتيمتر، واحد على واحد سنتيمتر بالخريطة يعطيني 20 متر على الواقع، 20 متر. يعني لو قال لي هالمسافات 20 متر، برسم على الخريطة هون واحد سنتي، دي هون واحد سنتي، واحد سنتي، وهكذا. الواقع بتكون عشرينات، فلازم يكون الرسم يكون معك. ذلك بالإليفيشن، كل ما يعطيك واحد للهوريزنتال وواحد للفيرتيكال، مستحيل يكونوا الاثنين نفس الإشي، لأنه مش منطق. تمام، هون عندي شايف مثلا قاعد بيقول لي سكيل 1 إلى 2000، سكيل 1 إلى 100، أنا 1 إلى 2000، أنا هون مقسمهم 30 متر، 30 متر عندي إيش؟ عندي نقطة. أنا إيش بحكي؟ بحكي والله الواحد سنتيمتر هتعطيني 2000 سنتيمتر، يعني 20 متر. طيب ال 30 متر ايش بدها تعطيني بالسنتي؟ اكس، يعني بحكي 20 اكس تساوي 30، 3 اكس تساوي 1.5، 30 على 20 1.5، كل 1.5 سنتي عندي ايش؟ 30، 1.5 هون يعني 30، 1.5 هون
يعني 30 على الواقع، انت على الورقه هون 30 96، انت لما ترسم بالمسطره ترسم هون كم؟ تنص بس. دائما او القيمه هاي 89 مثلا، هون قال لي 1 الى 100، 1 سنتيمتر على الخريطه يعطيك 100 متر على الواقع. تمام، هي معناها. بالتالي شايف تلاحظ هاي 1 متر 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر على الخريطه يعطيك 1 متر على الواقع، 1 متر على الواقع. المسافة بين هاي وهاي هي عبارة عن 1 سنتي. تمام، هي 1 سنتي بيعطيك 1 متر. دائما هون جرام، هنا ماب، ماشي بالسكيل تعرفه، ماشي بالسكيل تعرفه. انت في الكالكوليشن بقول لك انت دائما الكروس سكشن في الارض ممكن يكون عندك مستطيل او يكون شبه منحرف، يا نازل يا طالع. بحكي لك بقول لك الشكل A بقول لك هو كت اوفل سويمينج بول او ووتر بايب لاين او غاز. اما فيجر بي او سي هو اوفل ترابزويدال. لا، بي بقول لك سي راح يكون فل ترابزويدال، بكون بالعاده بالطرق، الطرق هذه فيها سايد سلوب، بالسويمينج بول بكون فيها ايش؟ بكون فيها مستطيل. انت القاعده بالسؤال بقول لك سويمينج بول او غيره، قال لك كلمه سايد سلوب، السلوب اللي هي مثلا شيء اسمه اكس على واي، انا مباشره بطبق شيء مفهوم هيك، بطبق مستطيل. هسه مع الامثله بقول لك الاريا للمستطيل كم؟ دبليو في اتش. طيب دبليو هي الوث للرعد، عرض الشارع، اتش اللي هي الكت او الفل حسب اللي انا بدي احسبها، هاي انا بحسبها الاريا، والاريا اللي هي الاريا. اذا كان مستطيل انا بعرف انه مساحته شبه المنحرف، نفس القاعده نص الارتفاع في مجموع القاعدتين. انا هون لا، بدي امثلها بدلاله السايد سلوب اللي هو اكس او واي. اللي بقول لك الاريا بتكون عندي عباره عن مستطيل زائد 2 هاي، هي عباره هي اذا كانت شبه منحرف راح احسب مساحته بالقانون هذا، هي مساحه المستطيل زائد اكس على واي اتش تربيع، حيث اكس على واي بسموها سايد سلوب. سايد سلوب يعطيك بالسؤال سايد سلوب عندي مثلا 1 الى 1 معناته اكس على واي يساوي 1، 2 إلى 1 يعني 2، 1 إلى 2 برضه يعني 2. خذها قاعدة دائما، الرقم الأكبر هي الـ X شو ما كانت، الرقم الأكبر هي الـ X. 1 إلى 1 يعني X 1 و Y 1، 2 إلى 1 يعني X 2 و Y 1، 1 إلى 2 يعني الـ X 2 وال Y 1 دائما، 3 إلى 2 يعني 3، 1.5، 2 إلى 3 1.5، X على Y هي هذا الرقم الأكبر، دائما الرقم الأكبر، وحاصل قسمة الرقمين أكبر على الأصغر. معطى بالسؤال X على Y. هاي. X على Y 1، X على Y 2، 1 على 2 بتكون برضو 2. هكذا. الفوليوم، هسا بهمني الفوليوم، أنا عندي هون فوليوم، هسا بفوليوم نقطة 1، نقطة 2، نقطة 3، نقطة 4، في عندي النقطة N، هاي. فيها لكت ولا فل، نقطة 5 فل، 6 فل، 7 فل، 8 فل. فبالتالي هاي فوليوم فول كت، فول كت، فول كت، ساي بارشيال كت، هون كالعادة هون بارشيال فل، فول فل، فول فل، فول فل. فكيف تحسبها؟ تطبق البروسيجر التالية، بحسب الاتش، الاتش اللي هي ارتفاع الكت وارتفاع الفل. كيف انا بعرف الفل؟ الجراوند ناقص الكونستراكشن موجب، معناته هو ايش؟ سالب يعني فل. ليش؟ قلنا إذا كانت الجراوند أكبر من كونستراكشن يعني أنا في عندي جبل وبدي أحفره، الحفر، الحفر دائما بمثلهم موجب. هاي أنا أصلا باخذ دائما الارتفاع المطلوب، باخذ الفرق بشيء. بتعرف إذا الجراوند أكبر من الكونستراكشن هي كت، أضطر أحفر. فطريقة الحسابات تسبع لك إياها، يعني أنا هون بارشال كت، ارتفاع هذا، ارتفاع هذا، عندي قلنا بارشال كت عند ال هون، عملت شبه مثلثات خلاله بطلع بطلع الالات، ومن خلاله بطلع الفوليوم مع الارقام. بس الفوليوم للفول كات دائما نحفظ القانون، بجيب لك كيف اشتغلته، لازم ترسم رسمه 3 دي بتفهمه ان شاء الله، يعني بتقرا مع الدكتور بتفهموها. الفوليوم للكات او الفل بشكل عام فل، دائما الفوليوم للفل ال على 2 a1 زائد a4 زائد 2 a2 زائد a3، هتكون مسافة مشتركة، الخارجيات زائد 2 في الداخليات.
ما البارشل بيكون بس مثل زي المثلث في الارتفاع. طب اشوف كيف. خلينا ناخذ مثال عشان نفهمه بالمئة. بسولت اكزامبل. With the following greeting are related to the longitudinal section of the rod. نقول لك رود حق الرود بيكون بالعاده شبه منحرف. ولو سؤال ذكر للسايد سلوب بيكون شبه منحرف. قال المسافه بين النقاط 0 50 100 150 200 250 350. المسافه بين كل نقطه ونقطه 50. Elevation لكل نقطه تعطيني اياها. قل لي ركز معي. The construction elevation at distance 0 24.2. معي. النقطة 0 24.2 تمام. construction line has upward slope. أول نقطة 24.2 في عندي upward slope يعني slope مرتفع. هيك construction line قديش ال upward slope؟ 1 إلى 100 construction slope يعني 100 ارتفع 1 تمام. دائما الرقم الأكبر حكينا هو X تمام. كل ما أمشي 100 متر أعمل بزيد 1 متر. كل ما أمشي 50 متر على فوق ببساطة 50 بتساوي 100 X X بتساوي نص. يعني أنا متناسب يعني كل ما أمشي 50 متر construction بزيد 1. كل ما أمشي 50 متر بزيد 1. كل ما أمشي 50 متر نص بزيد نص بزيد نص آخره تمام. إذا construction width 10 W 10 side slope 1 إلها 1 يعني X إلى Y إلى 1 يعني أنا بحلها شبه منحرف كانت. Record draw the longitudinal section يرسم السكشن إذا horizontal scale 1 إلى 2500 vertical scale 1 إلى 100. يعني أنت بالامتحان مطلوب منك ترسم الرسمة. أنا ما أذكر ما انه ارسم الرسمة بكل رسمك يا جاهزة بس يعني سهلة. انت شو بتعمل رسمة؟ انا بس اذا درسمها برسمها كراسم لكن ما بحسب عليها ولا اشي تمام. هيك الرسمة دائما. يلا هسبع لكم كيف ترسموا هسدرسم الرسمة. طيب بدي احكي بحكي عادي خلص كالعادة. اول نقطة 0 بعدين 50 بعدين 100 بعدين 150 200 خلنا نكملها بس عشان الفكرة يعني إذا بالامتحان أجتك أنت تعمل فيها بكل بساطة. شو بتعمل له امتحان كيلو هاي سنتي قديش إحنا طلعناها قديش السكيل 1 2500 يعني كل واحد سنتيمتر طيني 2500 سنتيمتر. هاي على الإكس يعني كل واحد سنتيمتر طيني 25 متر. يبقى أنا قديش عندي المسافات 50 متر يعني 50 متر ما بتعطيني تعطيني 2 سنتي تناسب أضرب بس بحط الورقة 2 سنتي اكتب له هذا الحل يعني 2 سنتي خلص هي مسافات متساوية. بالفيرتيكال دائما الفيرتيكال بحط أول ارتفاع قريب منه يعني 24-75 وقال لي البداية 24 بدي أحط 23. طيب ليش أنا اللي بمشي 24 حتى 27 أو 28 شوف أنت نقص ارتفاع عندك تمام. بطلك يعني بتزيد المسافة هاي كم قديش قال لي الفيرتيكال 1 إلى 100 يعني 1 سنتيمتر 100 سنتي يعني 1 متر لي 1 سنتي. أنت لو كتبت له هيك بالامتحان أمورك تمام. شو بدك ترسم الرسمة ببساطة كل شي برسم النقاط الصفر أعطتني 24 و75 يعني تقريبا الخمسين اللي هي هون أعطت 26 يعني هون 100 أعطتك 25.5 يعني بالنص هون يعني هون هي هيك 150 26.45 هيك ترسم الرسمة وتطلع معك مثلا هيك وبتكمل النقاط. الكونستركشن إليفيشن هسه مش الكونستركشن إليفيشن لك الكونستركشن إليفيشن عند الزيرو 24.2 يعني هون يعني قال لك بلش يتزايد صار 1 إلى 100 حكينا 1 إلى 100 الإكس 100 يعني 1 ارتفاع. احنا حكينا خمسينات يعني كل هاي بيطلع يطلع نص يعني انت هاي 50 إذا هاي 24.2 24.7
زين بزيد كمان نص، 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 بزيد كمان نص. تلاقي الكونستراكشن ليفيشن جاي زي هيك. تلاقي عندك هاي مثلا فيل كات اون عندي النقطة ان هنا فيلات. انت بترسم الرسمة، ترسم الرسمة التقريبية، اهم شيء تحط له قديش السكيل عندك. رسمنا الرسمة فيربل فايند ذا فوليوم اوف كات. هاي الرسمة طلعت عندي، لاحظ بلش من 24 28. عمل بعدين رسم النقاط عادي امور تم. لك هون 2 سنتي، كون 1 سنتي. ايش عمل؟ املك اللي قلت لك على سكيل. حتى الكونستراكشن اليفيشن كيف عم نطلعه يطلع هيك. طب اعمله ما قلت لك هاي نص سنتي، 50 متر نص سنتي، عرفنا من السؤال. شو بتعمل انت؟ هيك تروح تعمله جدول، تعمله انت جدول حد هون، تعمله جدول حد هون، تمام؟ تعمله هيك الجدول، تقول له هاي الديستانس الاليفيشن، كونستراكشن الاليفيشن، لاحظ 24.2 صار زيد انصار، طلع صار زيد انصار. عمل بعدين بطرح كونستراكشن الاليفيشن، هيو قصد جراوند الاليفيشن ناقص كونستراكشن الاليفيشن. طيب هاي ناقص هاي موجبة يعني كات، هاي ناقص هاي موجبة كات، هاي ناقص هاي موجبة كات، هاي ناقص هاي موجبة كات، هاي ناقص هاي قالبة يعني فل 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 فل. هاي الجهة كاملة وهاي الجهة كاملة فل. هسه شو بضل علينا؟ نحسب الاريا ونحسب الفوليوم. كيف؟ يعني للرسمة عرفنا، عرفنا انه هون كله فل كل فل هون لهون لوكات، انه الجراوند اعلى من الكونستراكشن، وهي الجهه فل كات بارشل كات، بارشل فل والباقي فلات. شو بعمل؟ حسب الاريا. لاحظ هون الابورد سلوب 1 الى 100 يعني كل 100 افقيه بتعطيك 1 فيرتيكال، 50 بتعطيك اكس معناته نص. لاحظ 24.2 24.7 لاحظ كذا. طيب هايت اوف قلنا موجب كات هاي فل، قلنا الكروس سكشن قلنا هيك، فقديش انا قلت السايد سلوب 1، فالمساحه كم؟ اليو في اتش 10 اتش 1 اتش ترب، هاي الاريا ببساطه واحده. قديش الاتش ترب؟ شو الاتش؟ هي الاتش كات اتش فل. يلا هون هسه هي الرسمه، الرسمه بروح انا هاي النقطه 4 كانت النقطه 5 تمام. هاي المسافات، هاي الكت انا ما بعرفها، بعرف كامل 50. شو بحكي انا؟ الكت قد الفل يساوي 50، وبحكي لي تشابه مثلثات 7.5 على الكت يساوي 0.8 على الفل. معادلتين مجهولين هين، بطبقهم تطلع معي، تطلع هيو كيف؟ تطلع معي علاقة بين الكت الفل والعلاقة هاي الثانية، طلعهم تطلع معي الألف الكذا، تطلع معي الكت. هسا إيش بعمل؟ بحسب الفوليوم. الفوليوم، الفوليوم هو عبارة عن اثنين الأريا، الأريا الخارجية في الأريا الداخليات. فذول كيف أجن؟ كيف أجن؟ بكل بساطة نرجع للجدول اللي تحت. بكل بساطة حكينا الأريا تساوي ترى اتش قد اتش تربيع. كات كم طلع؟ 0.55. بفوض هون 0.55. يلا خلنا نفوض على الاكسل ورجيك القيم هاي اجت 10 0.55 زائد 0.55 تربيع اف 5.8025 يطلع تعوض 1.3. يلا F 0.3 هاي كيف أجت؟ أصل الفرق بينهم عشان أعرف إذا هاي كت أو فل. طلعت الأريا، طلعت الأريا هذول كلياتهم تمام، طلعت الأريا هذول. شو عملنا بس طلعنا الأريا؟ عملنا بس طلعنا الأريا بحسب الفوليوم. كيف بحسب الفوليوم؟ قلنا الفوليوم لاحظ ها طلع عندي أنا بحسب فل فل كاملة فل كت كاملة فل كت تمام، كلها فل كت فل. شو بعمل؟ بكل بساطة ألعى 2
وال اثنين اللي هي 50 يعني تمام 50 اثنين الاريا الخارجيه هاي الاريا الخارجيه هاي اثنين الداخليات اثنين الداخليات هذا هو اللي عمله ولا لا وتعال نشوف الخارجيات وهي الداخليات 13.63 تمام كان حسبت ايش فل نفس الطريقة بطبق الفل الاتش فل اريا بطبق القانون دبليو اتش زائد اكس على واي اتش تربيع واي واحد بطبق هذول معي الاريا هذول ايش استحسب احسب الفل فل بطبق القانون على 2 50 على 2 زائد مضروب في هاي زائد هاي زائد في هذول بطلع معي بطلع هذول بطلع عندي البارشل كات والبارشل فل اللي هي المثلث الصغير اللي هي هاي هي القطعة أنا ما حسبت لما حسبت حسبت من هون لهون ما حسبت هاي حسبت من هون لهون هذول الاثنين كيف بجيبهم عملنا تشابه المثلثات وطلعنا الالكت وطلعنا الالفل من اريا بس الفوليوم شو بيساوي هاي منروح على البارشل البارشل هاي البارشل كات فوليوم بيساوي نص ضرب ال كات ضرب الاريا كات تمام ايوه شايف معي فل نص الفل في اريا فل اي فل فيهم الاريا اللي جنبها هاي يا شايف ريحة يعني بالمختصر بالمختصر خلص خلص السؤال طبعا تحسب فول كات في ال عفتين الاريا هاي هذا الاريا هاي هذا اثنين في في اللي جوا هون ارتفاع النقطة هاي لجوا وارتفاع النقطة هاي لجوا تمام شيل كات ينص الكت اللي هي المسافة هاي الصغيرة اللي أنا ما جبتها من تشابه المثلثات مضروب في الأريا أي أريا أريا للنقطة هاي اللي هي للجوة اللي هي كانت إيش 8 بوينت كذا برضو بالفل طريقة تمام نحط سؤال ثاني عليه سؤال ثاني بيقول لي فلو أن كلونكلوديونال واز دن ويز سوينج سوينج بول قلنا يعني مربع أو السؤال ما أعطانيش سواي معناته هي مربع كل الديستانس 0 10 20 30 40 50 60 يعني الديستانس 10 الاليفيشن معطيني كذا اخر السؤال the construction elevation at the beginning of the swimming pool is lower than ground elevation by 0.6 اللي البداية كان ال construction elevation اقل من 0.6 بعدين قال لي ال construction line ظل تقييم لحد مسافة 20 بعدين قال لي the construction line has downward slope of 1 إلى 50 وقال لي at the end of the bath the construction width is 20 يعني ال W 20 تمام ارسم الرسمة بسكيل 1 إلى 500 1 إلى 50 أول شغلة بدي أطلع ال construction elevation وخلنا أرسم الرسمة خلنا أرسم الرسمة يلا مع بعض أنا إيش بدي أحسب نقاط النقاط عندي 0 10 20 30 40 50 60 ارتفاعات الارتفاعات لبعدين ايش المسافة هون بدي اكتب له بالورقة بالسانتي اللي قديش الاكس 1 الى 500 1 سنتيمتر يعطيني 500 سنتي يعني كم 1 سنتيمتر يعطيك 5 متر يعني قديش المسافات 10 متر ما بتعطيك بتعطيك 2 سنتي السؤال السابق بحكي له هون 2 سنتي 2 سنتي الثاني قال لك 1 الى 50 يعني 1 سنتيمتر يعطيك نص متر اذا بدي اقسمها 1 متر يعطيك ايش 2 سنتي يعني انا كل ما اطلع 1 سنتي ما اطلع 2 سنتي كاني رفعت 1 سكني رفعت حتى بوصل الرسمه رسم الرسمه بحط القيم هاي طيب بدي احسب انا construction elevation اللي راح يكون باللون الاخضر درسمه اللي بالبداية أقل من the ground elevation ب 0.6 هاي القيمة راح منها 0.6 بكون هنا ال construction
تمام، والنقطة الثانية نفس الشيء بطرح تكس تطلع هيك، وأصلا هو قال لي هوريزنتال بعد مسافة 20، يعني هو الكونستراكشن انوفيشن عندي زي هيك تمام. شو بعمل؟ قال لي بعدين بلش ينزل، بلش ينزل كيف؟ فلوب واحد إلى 50، يعني كل 50 أفقي بعطيك واحد عمودي. أنا قاعد بمشي كم؟ عشرينات، بمشي عشرينات، يعني 20 بتساوي 50 إكس، اللي إكس بتساوي 20 على 50، 2 على 5. أنا راح أنا كل ما أنزل راح أنزل 2 على 5، كل ما أنزل 2 على 5، 2 على 5، 2 على 5 وهكذا، هيك بكون رسمت الرسمة. لاحظ كان أفقي اللي الكونتراكشن إليفيشن 6، بعدين ضل ماشي مستقيم، بعدين نزل، تمام، بعدين نزل. قديش مقدار النزول؟ أو لاحظ هون 2 سنتي 2 سنتي، يعني أنا رسمتي كانت صح. لاحظ إنه الجراوند إليفيشن كل الحالات هو أعلى من الكونستراكشن إليفيشن، يعني كله إيش؟ كله حفر، ضل أحفر، أنا بدي أحفر لحد ما أوصل لهون، إيش بعمل؟ كله كت. طيب خلينا نشوف قديش ال 2 على 5 هاي، اه شايف؟ فيز ذا اليفيشن هاي بعمل 50 1، انا 20 كم بتعطيني؟ 20 على 5، 2 على 5 زي ما قلت لك 2 على 5. شوف انا شو كنت كاتب؟ بمشي عشرات، 50 بتعطيني 1، ال 10 كم بتعطيني؟ بتعطيني 1 على 5، بتعطيني 1 على 5. كانت 2 على 5 لو كانوا 20ات 10ات في 1 على 5 يعني 0.2، فكل مره راح انزل 0.2. كنت حل صح ترى، بس حل 20 حل اذا 20، انا لا بحل على 10 قاعد يعني. تمام، فكل مره بنزل 0.2. بعدين شو بعمل؟ بحسب ال، لاحظ هون شايف 34.7 ناقص 0.6 34.1 بنهايته لحد 20، شايف من صفر ل 20 من اول نقطه، اول نقطه، اول نقطه، شايف؟ ماشي. بعدين لحد النهاية حسب المساحة W في H، يعني المساحة 20 H لأنه W أعطاني 20، بقول ال H إيش هي؟ أصل نقطة منها، يعني هاي ناقص هاي، هاي ناقص هاي، هاي كم؟ معكم. أو شو بعمل؟ بعمل جدول، شايف؟ هاي ناقص هاي بعطيني، شايف؟ كله كت، ما في عندي فل، عندي فل. فشو بعمل؟ كل أريا بتكون عندي 20 H، 20 في 0.6، 20 في 20 في 20 في 20 في 20 في. طب كم الفوليوم؟ أظن هون أنا عندي كله فول فوليوم، ال 2 هي 10 على 2، 10 على 2 مضروب في المساحة الخارجية 0.6، قصدي هاي 12، المساحة الخارجية هاي 44، زائد 2 في الداخليات كلياتهم. إن شاء الله بتتمكن منه أكثر لما تاخذ الجريد، شايف؟ خارجيات زائد كل الداخليات، ما عندي فل فل، ما عندي بارشل لا بارشل، بس بيكون هيك ان شاء الله شابتر 4 من ناحية هذاك. شو في أسئلة ثانية مهمة؟ The construction elevation is being is higher than ground elevation by 0.6، نفس السؤال اللي قبله، قال لي حيظل هو مستقيم لحد 950، يعني لحد هاي النقطة، هذا راح يظل ماشي مستقيم. بعدين شو بيعمل؟ يعني راح يطلع لفوق، قال لي upward slope 1 إلى 50، أم 1 إلى 50، 1 إلى 50، يعني 50 أفقي بيطلع 1، قديش المسافات؟ 50، كل ما يمشي 50 بيطلع 1، كل ما يمشي 50 بيطلع 1، من وين؟ من هون لهون بس، لأنه هاي أفقية، شوف الارتفاع، بشوف عندي فوليوم كت، بس كلمة طنية 2550، الثاني كان swimming pool، قال لي كان ارتفاعه 25.3، بعدين بلش ينزل في 1 إلى 200، الله، هاي بتكون الفيديو الجاي، هيك بكون تقريبا الشابتر انتهى إن شاء الله، يعني ما في أي إشي صعب، ركز أنت دائما لما ترسم الرسمة تعرف إنه أنت عندك كله فيل ولا كله كات، قلت لك إحنا الرسمة ما راح تلزم في إشي، أنت مباشرة أول ما تشوف عندك فرق بين الفيل والكات، عندك بارشل كات وبارشل فيل بالطريقة هاي، تثبت شابه مثلثات، المسافات، ضربها بالأريا اللي قبلها، الأريا اللي بعدها، خلاص السؤال، يعطيكم ألف عافية.